محمد رمضان يتهم الجزيرة بالفبركة، وترامب يدعم السيسي بعد صمت طويل، ضمن قصصنا الخمس لهذا اليوم. مساء الخير متابعينا. قصتنا الخامسة مع الفنان المصري محمد رمضان، الذي اتهم قناة الجزيرة بفبركة فيديو لمعجبيه المحتشدين حوله وتقديمهم على أنهم المتظاهرون المطالبون برحيل السيسي. فقد نشر رمضان على حسابه في تويتر مقطع فيديو له مأخوذا من موقع الفيتو المصري، يظهر فيه فعلا بين معجبيه الذين تجمهروا حوله، وقال إن الجزيرة فبركت الفيديو الذي يسمع فيه أصوات هتاف مطالبة برحيل السيسي. قناة الجزيرة ردت من جانبها على ما كتبه رمضان، موضحة أن الفيديو الذي نشره الفنان المصري هو المفبرك، حيث يبدو أن موقع الفيتو اقتطع جزءا من موجز أخبار الجزيرة وأدخل بعدها مقطع فيديو محمد رمضان، ثم أدخل عليه صوت الهتافات ضد السيسي، وبعدها اتهم قناة الجزيرة بالفبركة. نبقى في مصر، وحكايتنا الرابعة هذه المرة مع محمد علي، الذي حمل السلطات الإسبانية المسؤولية الكاملة في حال تعرضت حياته للخطر، حيث قال علي في أحدث فيديو له إنه مطارد ويحاول التخفي منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن ضباطا مصريين اتفقوا مع أناس في إسبانيا على قتله، وأضاف أنه لو مات في إسبانيا عندها ستكون أوروبا كاذبة كما هي أمريكا، وأوضح أن الذين يلاحقونه عرفوا مكان إقامته، لكنه أكد بأنه لن يتحرك من المكان الذي يعيش فيه الآن. قصتنا الثالثة من الجزائر، حيث لقي ثمانية أطفال رضع حتفهم ليلاً إثر حريق في مستشفى للولادة بولاية الوادي، حيث قضى بعضهم بفعل الحريق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان، وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريق في حدود الرابعة صباحاً، وتم إنقاذ 11 رضيعاً وأربعة عاملين في قسم الولادة. شهد المشفى نفسه حادثاً مماثلاً العام الماضي دون وقوع ضحايا، وكان سبب الحريق الفائت هو اشتعال مقبس كهربائي متعدد المآخذ، وبالرغم من فتح تحقيق مستعجل عن الحادث إلا أن أسباب الحريق لا تزال غامضة. خبرنا الثاني مع النجم الفرنسي بول بوغبا، فبعد أن هاجمته جماهير فريقه بكتابة عبارة اخرج يا بوغبا على حائط مقر نادي مانشستر يونايتد، قرر مهاجم الشياطين الحمر اتباع طريقة غير مألوفة لحماية نفسه من المشجعين الغاضبين. النجم الفرنسي قرر اقتناء كلب حراسة من نوع روتوايلر بقيمة قاربت 19,000 دولار كي يكون حارسه الجديد في مانشستر. ورغم أن هذه الفصيلة من الكلاب هادئة، لكنها شجاعة في أوقات الأزمات، وهي من أفضل الكلاب في مجال الحراسة. ويطالب عدد كبير من جماهير مانشستر يونايتد بوغبا بالرحيل عن ناديهم، وذلك بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به اللاعب مؤخراً، وكذلك بسبب إعلانه رغبته بالرحيل إلى الدوري الإسباني. خبرنا الأبرز مع أول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التظاهرات الداعية لرحيل السيسي، فقد علق على الحدث قائلاً إن المظاهرات تحدث في جميع الدول، ولدى مصر قائد رائع ويحظى بالاحترام، وأضاف ترامب في مؤشر على دعمه للسيسي: الفوضى كانت تعم مصر لكنها لم تعد موجودة بعد قدوم السيسي، وفق قوله، حيث جاء تعليقه هذا خلال لقائه مع السيسي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن ترامب كان قد وصف السيسي سابقاً بالديكتاتور، فأثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت بفرنسا كان ترامب على موعد مع مجموعة من المسؤولين المصريين والأمريكيين حين نادى بصوت مرتفع قائلاً: أين دكتاتوري المفضل؟ بهذا الخبر نختتم موجز اليوم من عربي بوست. ما هو أهم خبر بالنسبة إليكم؟ أخبروني في التعليقات أدناه، وتأكدوا من متابعتنا على صفحات فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. أراكم في موجز جديد.